حقق الأهلي إنجازا جديدا في مشاركته بكأس العالم للأندية. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. بالتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الدحيل القطري 1-0 بهدف حسين الشحات، الأهلي كتب تاريخا جديدا باسمه في مشاركته السادسة بمونديال الأندية بتأهله لمواجهة بطل أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي من أجل الظهور للمرة الأولى في تاريخه بالمباراة النهائية. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.